ومن الطنطان نتابع برامج للتنشيط الثقافي والتربوي عن بعد. الأنشطة الترفيهية دعامة للتدريس عن بعد شعار المبادرة التي أطلقتها مديرية التعليم بطنطان بشراكة مع جمعية الأشبال للفنون الاستعراضية. مبادرة تقدم جملة من الفقرات والعروض التنشيطية والترفيهية عن بعد خاصة بالأطفال بهدف إضفاء جو من المتعة والترفيه على البيوت في ظل الحجر الصحي المنزلي. ريبورتاج حافظ محضار محمد تروزي وعبد الرحيم حاجي. هي مبادرة ترفيهية تأمل التخفيف من أجواء الرتابة التي باتت تضفي بظلالها على البيوت في ظل الحجر الصحي المنزلي. مبادرة تستهدف الأطفال الصغار أطلقتها إحدى الجمعيات المحلية التي تهتم بالتنشيط الثقافي والألعاب والمسابقات الترفيهية سعيا لإضفاء أجواء من المتعة على البيوت ولو عن بعد. فقرات تنشيطية متنوعة وعروض بطابع تربوي يسهر على تقديمها فريق إعداد مختص في التنشيط التربوي. قصة ترفيهية ثقافية تربوية لفائدة الأطفال اللي هو الشعار ديالها نبقاو في ديارنا بالنسبة لوليدات الفئات الصغرى اللي كنقدموا لهم مجموعة من الأنشطة الترفيهية مسابقات جوائز أسئلة مباشرة بالنسبة للفئات الصغرى والروتين ديال الوليدات اللي كاينين داخل المنازل اللي كنرفعوا عليهم انطلاقة عن طريق الفرجة عن بعد بالنسبة للوليدات ديال التعليم الأولي والابتدائي واللي كنخصصوا لهم مجموعة من الأنشطة الرسم الألعاب رقصات بهلوانية أسئلة وفي الأخير كنختموها بمسابقة الطنبولة اللي كنحمسوا ونحفزوا الوليدات بجائزة كبيرة اللي كان إن شاء الله اللي كنسلموها عند نهاية كل نشاط كنجيبوها حتى المنزل ديالهم مع الفريق العمل من أجل الترفيه وخلق واحد شوية المنافسة. عروض ترفيهية وتوجيهية وتربوية تحرص الدوائر الراعية لهذه المبادرة التنشيطية على عرضها على عدد من المنصات التواصلية في عطلة نهاية الأسبوع بهدف تقديم خدمة ترفيهية للأطفال المستهدفين بعيدا عن أجواء التمدرس عن بعد وسعيا لإسعاد الصغار في ظل الحجر المنزلي. هذه الأنشطة تهم تلاميذ المستويين الأولي والابتدائي بحيث أن هذه الجمعية مشكورة تقوم بهذه الأنشطة عن بعد وتقوم المديرية الإقليمية بتوصيل هذه الأنشطة عن طريق قناتها يوتيوب وعبر الصفحات التواصل الاجتماعي عن طريق البث المباشر بحيث يتفاعل التلاميذ والأطفال للتعليم الأولي مع الفنانين الذين يقومون بهذه الأنشطة لتتوج كل حصة بجوائز قيمة للمتفوقين الذين يقومون بالمسابقة الثقافية عن بعد. هي مبادرة رائدة تنخرط فيها دوائر التعليمية بطنطان بتعاون مع الجمعيات الشركة المهتمة بالتنشيط الثقافي والتربوي في سياق جهود التخفيف من الآثار والتداعيات النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا على الصغار.